رغم إصابة النجمة الكبيرة يسرى بفيروس كورونا وتعافيها منه، إلا أنها ما زالت تعاني من مخلفات المرض، حيث أنها منعت زملائها في الفن من زيارتها إلى حين شفائها بشكل كامل من أثار هذا المرض الفتاك. كما أنها قد صرحت بأن حالتها الصحية في تحسن وأنها سوف تستأنف عملها قريبا، علما أنها في طور تصوير عمل جديد وهو مسلسل حرب أهلية. ويشار أن الفنانة الجميلة يسرى كانت تعاني في بعض الأحيان بآلام في جسدها عندما أصيبت بكورونا في وقت سابق، الشيء الذي أكد لها أنها أصيبت بالمرض. وقد أصيب الوسط الفني ومتابعيها في الوطن العربي بقلق على صحتها، إلا أنها نشرت على صفحتها الرسمية رسالة تطمئن فيها كل محبيها: نتمنى للفنانة يسرى الصحة والعافية وطول العمر.